الجوانا اسعى شعب مصر. سيد عبودة من اشهر ثوار التحرير في الماتش السياسي وسفير النوايا الحزنه بالميدان. كل اللي انا بقوله ده بالشهادات وبالمستندات. المستندات مش اوضح ان الاعلام المصري عمل من ناس هنا ابطال هم ما شافوش الثوره. احنا نازلين النهارده عشان جمعه الرحيل، جمعه الخلاص. الجمعة اللي فاتت كنا نازلين كفنا على ايدينا بجمعة الرحيل، لكن ربنا ما كرمناش. احنا اللي احنا بنقوله فاللي احنا بنقوله ما تقولش اخواني ولا سلفي ولا ليبرالي، قول انا مصري مسلم مسيحي مصري. اتقوا الله في مصر، اصحى شعب مصر، انا الشعب. الثورة دي ثورتي، هي حياتي ودنيتي، ألاقي فيها جنتي وزاد الكفاح.